مدينه والو الحمد لله شبيب كنا بلادنا عطينا واش حنا ما ندورها با تخوك بصح نحسوا بها ونحسوا بها بصح انا ترونشي من في الخارج مازال عندنا روح الوطنيه حب الجزائر تهضر في المغرب راهم حطوا شروط يقول لك انت حركي وانت خاين وتهضر تدخل البوليتيك انا نشوف القرارات السياسيه تاع البلدان كل واحد راه يشوف شعبه هذا بيا انا كنشوف واحد ونشوف الحاله اللي صايره اللي حنا عمرنا ما شفنا مسؤول جات قرب من جاليه وطلب واش راكم تعانوا واش هي ولا ايه رانا مريحين فيها خلاص ما هي حتى واحد وزي ما هي حتى واحد ما عندهمش القنصلة ديال السياره في تاع الطياره ما نهضرش عليها واش قبل قبل كنا ديجا حابين كنا حابين يهبطوا في تاع الطياره اصلا حنايا الجزائريين علاش من دول البلدان كامل المغرب راه بكاتر هضر ديال شهور تركيا راه بكاتر هضر غور تونسي راه ما عندهاش من دجا انت تلحق تروح تيرسى صوصي سي كوا عاد والله عاد الشروط تاع الجزائر راح يضيعوا بهم جيل كامل الجزائر باسكو الناس كامل اللي عنده دار فما قال لك انا نبيع واللي كان اسمح لي واللي كان ناوي ينفستي وشو اللي يقول لك انا كيف نروح ننفستي في بلاد هي مش قابلتني اسكو عندهم نظره مستقبليه عندهم نظره مستقبليه قلنا بقاو خمس جبتوا لنا المرض هي مبينه انا التفاهم تاعي في صعويك تاع الشيخ نور نور ماشي غير صوفيا اكل رانا جزائريين كل انسان يعبر بطريقته الحمد لله رانا متواجدين وحاجه ثانيه المطالب صاحبي المطالب نقول لك علاش نبداو بحاجه الاولى خلاص لو ترك عاوز اسمع ترك روح بعيد علاش بعيد الناس تعرف المطالب تاعنا راهم باينين حابين ندخلوا بلادنا بدون شروط تعجيزيه ضمن العيش حلي الباب هذا الشيء اللي تهضرتو عندك الحق 100% نورمالمون ماناش نتاعو هذا علاش يعطينا بصح حنا لا جينا معليش يعطينا ديني معليش لا حتى في صوت على السلام عليكم السلام عليكم حاجه حاجه ثانيه حنا رانا عرفتها الحلوي بصح الناس راهم شايفين ما شاء الله بالنسبه للصباح راه وجه الغاشي اكبر من الصباح شاب على مالك كاش كاين من 62 انا معكم الحمد لله معليش انتو حقنا عند ربي ان شاء الله حنا نحوسوا نعرفوا نحوسوا نعرفوا حتى عارف كاش كاين نحوسوا نروحوا في بلادنا فوالا سيكو هذا هو حنا منها تعطوا له زباله تعطوا له زباله وراه حشدوا خليه يهضر حنا بلادنا حنا منها وحنا منها ده حديد عاد عندها بي قديم يعاود يشري بي هادي ساسي سبور يا باش اسمع 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 ما خاطرش كيفاش تفهموا يا شعب كاينه كيما وانتم ما جيجو مي راح تقولوا بلي غير تفهموا غير نفهموا مي راهم يقولوا بلي بي قديم خليه وشي جديد صافي دي توما ما بيكوش الحدود بيكم دراهم شو بالبي قديم كي ديرها لك انت واحد الناس عندي شفت عليه بي واحد كان عندي والله عندي كان عندي كانوا مشكلة واحد شاكي مش راحوا باكوس كان عندها 4 أولاد 5 أولاد 6 أولاد 7 أولاد
والخطوط الجوية راهي مبلعة، راهي مبلعة الخطوط الجوية. شوف حدود اقسم بالله ما محلولة، غير بها فوق الشعب العالي، راهي يصبروا فيه على في عام على خاطر كاين مؤتمر 5 جويليا راح يجونا من كل دول. 5 جويليا كاين عندنا مؤتمر في الجزائر، راح يجوا من قطر من تركيا من ماليزيا. شوف شوف صدروا هذه الكلمة. راني نشوف فيك، راني نحاولوا من شنو معاهم 50% تعطوا طالوكا نورمالمون يقولوا لك هما اللي شنو اللي بي يدونا باك غادي يكون 50% من الارشيف. خليها تطير فارغه. والشعب ما كنخا خويا مسوي راح على خاطرني الشعب مسكين. ما خويا مسوي راح راح بولنطا راح بولنطا علاه نسكت شهر زاد علاش؟ لا 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 خليها طير فارغه خليها تصدي هذيك هي هذيك هي. اسمح لي اسمح لي سيادة الكونسل خلاص نحكي وصوره اسمح لي اسمح لي نحكي وصوره اسمع واسكت ما تيحتي انا مانيش ناجي انا مانيش ناجي انا داخل بلادي انا مانيش ناجي انا مانيش ناجي انا مانيش ناجي وزراء واللي عندهم معرفه راهم داخلين وخارجين كيما بغاو.